تخيل انت مثلا خدت الكونفدراليه اللي فاتت، وخدت السوبر الافريقي، وخدت دوري ابطال افريقيا. ايه ده؟ ايه يعني؟ ايه بعد كده يعني؟ ده انت كده تبقى انت وصلت لمرحله لم ولن يصلها نادي افريقي في اعتقادي الشخصي. لم تخن الذاكره عشان ما بقاش انا راجل ايه قاطع وحاسم، ما هيقولكش ده طارق يحيى بيألف. لا، ما اعتقدش ان في موسم نادي خد بطوله، في حاجه حد كده يا جماعه خد بطوله دوري ابطال افريقيا، ابطال الدوري والكونفدراليه والسوبر. ازاي يا جدع هتاخد الثلاثه؟ ازاي؟ جديده دي الصراحه، اول مره اسمعها عندكم. وبعدين مفيش حد خدها قبل كده، انت بتفكر لسه مفيش حد خدها قبل، انتوا الوحيدين اللي هتبقوا واخدينها. بس ايه، السوبر الافريقي هتلعب مع بعض؟ الزمالك هيلعب مع الزمالك؟ فاهم انا الحوار ده، زي البلاي ستيشن كده لما هتلعبوا الزمالك مع بعض. عادي بتحصل، هتحصل عندكم انتوا بس. الله عليكم حاجات يا جدعان، هتاخدوا الثلاثه افريقيا، كونفدراليه، وهتاخدوا السوبر. ده ايه الحلاوه دي؟ انتوا مفيش حد هيوصل زيكم كده. هي دي بقى البطولات اللي محدش هياخدها قبلكم ولا بعدكم. دمتم بلاد الضحك وقناة الضحك. يلا سلام.